مرة كول المكان طبعا، يعني المساحة مرة ضيقة بس حلو. أهم شيء إسبريسو، فاينلي الأكل هنا. بس ما ليش ما جابوا أكلي؟ جابوا أكلي أنا حظوظة. It's fine. كيك هذا لك اليوم، معنا مو مرة واضح. Even so خوخة لك اليوم. So cute. أختي تشكي من القهوة، ليش مو عاجبتك؟ طعمها زي فيها نكهة، كأنها نكهة نظافة. نكهة نظافة؟ مو قهوة مختصة، مو قهوة. أنتي زي هتاب تقول لي نكهة شفافة، إيش نكهة شفافة؟ والله صدق، يعني هي مو واو، مو زي القهوة المختصة اللي إحنا متعودين عليها، بس يعني شيء حلو يعني. في السيف هذا الجزء القديم مرة حلو على الخورة، أتوقع إطلالة يعني كده. والحين هل سيارتين next destination، بروح الدبي فريم. so stay tuned. قارنين برواز دبي بستار سيتي. اخذنا التيكت، كان مفترض نحجز التيكت اونلاين بس الموقع حقهم ما عاد فيه، بروك داون، مو راضي يقبل. سو المنظر مهيب مره.
أول stop little shoes. جميلة. خول بليز اشتري هذه بليز. صباح النور. بقول Dior, baby Dior. هاي خمار. هذا الكوفر سوي لكم لايك نشوف. سوي لكم لايك. هذه الباكيت الجديدة جاية منها ثلاث سايزات، هذه الصغيرة والميديوم، هذه الكبيرة كبيرة تو ماتش، الصغيرة اوكي. الطول الحلو يعني مو مرة طويلة. حلق من فندي يجيب الحالة حبة واحدة، في الفيرجن الثاني يجون اثنين سوا، بس أنا حبيت الواحد بالحالة. قرار نهائي لازم أتخذه بخصوص الشوز. بس خلاص خولة بني صح؟ بني أكيد أكيد أكيد.
باي باي مونوغرام. هلو راون. جاية على كاين ديستريكت. عندهم فكرة الليذر، أي شيء تختارينه من عندهم ممكن يرسمون لك عليه بالرسومات الموجودة هنا، وحمان كمان حتى ممكن يكتبون لك اسمك. مرة حلو الفكرة، الليذر حقهم كاف فسوبر سوبر كيوت. This is the name. The boutique Montreal. خاخة جابتني الكوفي الغريب اسمه رايدر، اللي هو الدراجين. فا let's see. اختياراتك يا خولة رهيبة، بس بوستن لين أنا اللي مختارته. يلا نشوف حومتي الحين، دوري. والله مكان غريب، ما تتوقعون أبدا أنه في أشياء. تدرين هابي أتوقع أني هنا بعد، وفجأة يصير جواتها أشياء. هابي اللي أقول لك عنها اللي هيلثي لايف. Coral kind of colors. Unti? All kind of colors, I think.
ايش اسم طلبي؟ شيبس عمان. شيبس عمان توست بالتشيز صح؟ وانت كمان بالتشيز؟ تشيز بالجران اند توميتو. اوكي ساوند ديليشس. اخذت ايس لاتيه بالهيزلنوت.